جواهر هذا ماريو دقيت، انا ملي كنعمل فيه الحوايج دقيت. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى كلشي يكون احسن حال. نتوما اللي تشوفوا هذا الفيديو، هذا الفيديو بغيتكم تبارطاجيوه، لان فيه غنصبغوا هذا ان شاء الله بحول الله. كما تشوفوا معايا هذا الاخوان غنصبغوه في كولور اخر، ما يبقاش في هذا الكولور هذا. كما تشوفوا معايا هنا الصباغه، ديال الرولو، هي كلشي باش راسوني ندخل هاد اللعيبة هادي هنايا تجي تدخل. هاهي دخلت هذا باش ندوزو حدا باش دغيا نساليوه. كيما تشوفو معايا، متنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، راكم تما أي حاجة كنشاركها معاكم. المهم تستافدو معايا في هاد الفيديو هذا، من هاد الصباغة هذا كيما تشوفو. المهم الإخوان، أول حاجة نخلط الصباغة ديالي كيما تشوفو، هاد الطينطة هادي غنصبغوها في الكيو في الدهب. نشوفو معانا، غنخلطوها مزيان باش تخدم. نزيدوها شوية، غنخلطوها مزيان باش ندبرو شي وتيرا مالقيناش باش نخلطو. نحاولو نخلطو هاد هذا، نخلطوها مزيان 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 مزيان، نخلطوها تنبقاشي هادا. شو يبقاشي خفيف مرة لا في الساعة الزبلات مني يدك هكذا لم يقض لجي تصور من سكينة في الكوزينة تعدل الشهيوات وديك شي مصافي عدل الشهيوات. حاول نجرب واخد شي تجريبة. المهم عقلوا عليه كيف شعرني شو هذا الكولور فيه، غنرجع بهاد الكولور هذا ان شاء الله نحيدو ليه. تشوف معايا الكولور اللي غنرجع فيه هو هذا، او فهمي شوف هو الكولور اللي غنرجع فيه ان شاء الله نحيدو ليه. شوف نلف هادي ما حسبها كيف بغيت، هادي ما عتسعناش يا خوتي تسمى لي هدا نعمرو هنايا ونوليو هي لي نصبغو بيها. شو المهم دابا باقي واحد ساعة ونص المغرب، نحاولو ندوزو على هدا. هدا خوتي هاد البلاكار هدا هدا كنعملو فيه الحوايج دقية ولدنا اخوتي هي منه. رجع الصباغة ماشي شي حاجة خوتي، خصك عاد تركي شوية تجي لها لاصقة. شوفو معايا شوف هي كيتصبغ هادشي، هذا ريحة الديلوال اخوتي عاد بدا كيتشمكر. ها انتما خوتي راهي بدات كتبان. احسن خوتي نحيدو هاد اليدين هادو باش ميتقاسوش.
هذا اللي قال هذا ندوزهم بشيزة هذا حاول نشفوها مزيان وندوزها إلى الكاس المهم كما كتشوفوا الاخوان هنايا هذا الرولو عيان نشوني مره كنعمل له هكذا راه عيان هذا الرولو ماشي حيت انا ديجا شريت هذا اليد هذا وهذا مشالي فهمتوا كيفاش شريت عليه هكا هو في النور هذا ما كتشوفوا مره كيبقى يتشبر فهمتي كيبقى يتشبر لهنا انا مره كنعمل له ديك هذا كنضرب عليه بشويه عليه باش كيخرج من فين فهمتوا ما كيفينيش مزيان المهم كما شفتوا اخوتي النتيجة هي هادي كما كتشوفوها ها انت كيفاش رجع باش كان كيفاش رجع دابا كما كتشوف معايا يعني كولور مزيون علاش لان ديك الكولور وقعنا مشكل في الاول كنا مشينا وجبناه ماشي بهاد البيبان هادو راه مبدلين هادو عاد عدلتهم 80 درهم الوحدة هاد الجوجة كان بلا تسريق كان عيب كيتفتح وكيتشف وبدا يلعيهم بزاف 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 ساهل الرسوم
رسول شي ساعدتهم جوج بهم كانوا عندهم بيت كراز هنايا هما هنايا قلعهم لهم معلم قلو قلعهم عملو من داخل فهمت عملو واحد السنكاس مزيان من داخل بعدا كنجمعو له فيه الحوايج ديالو باش فهمتو الحوايج ديالنا كيبقاو في جهة وديالو كيبقاو في جهة المهم هادي هي النتيجة كيف جاتكم مهم كما كتشوفوا الاخوان النتيجه هي هذه هي فين يصبغنا مجمع الجهات وهو مركب السوارد ديالو بكل شيء كما كتشوفوا معايا ها هما اليدين ديالو مزيونين والسوارز ها هما فين هما لان دابا الا ما كاين شي سوارز ما يقدرش يفتحهم دابا وعاد صعاب باش يفتحوا فهمتوا كيف واذا كيف جا هذا الشيء زيوان واعر الوليد عجبه الفيديو اللي عملتكم ديك النهار هو هذا هنا في المحابه كما كتشوفوا معايا المهم صبغت خصوصا من فوقي كامل عطيوني الراي ديالكم كيفاش جا هذا الشيء جا هذا العالم هذا تبارك الله عليك عاس الله يبارك فيك الله يجازيك حماق ياه باقي القطاره تعدلهم لي هيدا ان شاء الله حماقني الرولو هذا ما كيبغيش يعوض صح هاي لا جاو جاو هذا مريود اياد انا ملي كنلعب فيه الحوايج اياد ممكن كولور اش من كولور كان قهوي قهوي هيدا احسن من قهوه وشنو باقي نعدو لواحد اللعيبات رفيناتي خلي واقيلا هنا تيمشي فيها اه خلي هنايا وباقي لي القطار القطار حتى انا اذا قدرتي ديك الساعه عدلهم في الليل ملي الفطر يا نقدر يمكن غنفطر عند جب بدال ايوا تبارك الله دابا رجعتي يديها شوف شو هاد اليد ها هي لين تدن دابا هذا شدو بالدرع ايوا تبارك الله عليك جواعر رجع كولور اخر المهم اللي عجبوه هاد الفيديو هذا يعملنا لايك واشتراك في القناة وشجعونا شجعونا مزيان لأن دابا شحال من واحد يقدر يمشي يجيب معلم يصبغ بحال هاد الحوايج هادو ولكن هما ساهل فهمتوا ماشي شي حاجة لازم دايما يعول على راسو ماشي شي حاجة وتحية للجالية المغربية اللي مقيمة على برا تحية لديك الناس مساكن وكنقول لكم عواشر مبروكة وتحياتي الإخوان أي حاجة نشاركوها معاكم العز على المغرب دابا سيروا تفطروا.